ابني ساوي اللي بدك تعمله أنا. بس بعد ما تفكر كتير مني احمل عني ما في مشكلة. استنوا، اليوم نهال ومهيت وسونال ومانسي اللي رح يشتغلوا، ما حدا غيرهم رح يروح. عفوا شو بتقصدي باللي عم بتقولي؟ كانتا نحن ما صار لنا غير يومين مبلشين شغلنا الجديد، شلون يعني ما بدنا نروح على الشغل؟ شلون هاي؟ هالحكي مو معقول منو؟ لأنه في ناس جايين اليوم حتى يطلبوها لمهيك. شو؟ كانتا انتي كيف بتاخدي هيك قرار لوحدك؟ هذا الشيء ولا مرة صار ببيتنا. انتي ما بتعرفي انه لازم تاخدي رأي العيلة قبل؟ امي انتي شو عم تحكي؟ طيب شو الغلط بهذا الشيء؟ هي بهالحالة عم تعمل الشيء الصح. هذا يلي عم تعملوه هو كرمال سعادة مهي. انا معك، تابعي كانتا، ما تخافي ابدا. يلا امشي. يلا خلينا عفوا بابا، يعني هي مرقت بتجربة قديمة وكانت صعبة، وهلأ هي بلشت من جديد. كانتا خليها ترتاح، انت ليه مستعجلة؟ جيفان معه حق، لشو كل هالعجلة؟ عطي البنت شوية وقت. بعدين ما هيك في عندها رأي، انت كيف بتقدري تقرري بدالها؟ ايه وكمان ما هيك لساتها لهلا متزوجه. خلصتوا حكيكم؟ كنت بعرف شو بدكم تقولوا كلكم، وكمان انا بعرف كتير منيح شو يلي عم بعمله. وهلا روحوا على شغلكم وما دخلكم بالباقي، فهمتوا؟ مانسي وانتي روحي، أنا رح أتصرف هون. يلا أمشوا. بنتي مرت عمي، أنا ما بدي أتزوج. بترجاكي بترجاكي خليني ركز على شغلي هلأ، أنا ما بدي أتزوج أبدا. بنتي ما هيك مهيك. كانتا شو عم بيصير؟ ليكي ستي، أنا بتصرفي هاد بكون عم ساوي الشي الصح. أنا مثل أمك، وكمان بعرف ومتأكدة كتير منيح إنه مهيك لساتها ما شالت شوريا كنا من بالها لحد هاد الوقت. ستي هي متعلقة فيه، لهيك كان برأيي إنه هي صار لازم تستقر بحياتها وتتزوج. لا عاد حدا يناقشني بهذا الشيء، أنا لازم أعمل شوية ترتيبات هلأ لأنه الجماعة رح يوصلوا وأنتوا لازم تجهزوا حالكم كمان. بتمنى ما تحرجوني. مهيك بتتذكري وقت نحن رحنا على هديك الرحلة من كم سنة؟ هنيك انتي كنتي عم تشوفي نماذج مائية بعيدة كانت بقلب الصحراء. لما كنا رح نوصل على هداك المكان بلشت الواحة تبين انها صارت أبعد، وحاولنا انه نوصل لكتير بس ما كنا قادرين نوصل بنو.
وحياتك هيك مثلها. انت ما رح تقدري توصلي له. شعوري كأنه ما رح يتغير بالمرة وما رح تقدري تحصلي عليه. هيك رح تضيعي حياتك، لأنه شعوري كأنه ما أنه لإلك بالمرة. فهمتي؟ مرت عمي، أنا رجعت الأساور تبعه، حتى أنا تركته لشوريا كنا، وقطعت كل صلة بتربطني فيه. يمكن ما أكون أنا المرة يلي ولدتك، بس أنا يلي ربيتك، وبكون مثل أمك، وبعرف بشو عم تمرقي بحياتك. شوفي، شوفي هاي الورقة وتذكري إنه شوريا وقعها. اقتنعي بقى مهيك، بعد ما رجعتي له الأساور شوريا كان تاني يوم وقع على هاي الوثيقة دغري وأنهى كل شي بيناتكن. انتي لسه ما تقبلتي الحقيقة؟ لا يا مرت عمي، أنا مو ناطرة شوريا كان يرجع لي بنوب. كل القصة أنه أنا ما بدي أتزوج هلأ. أنا بالأول بدي أعمل اسم لحالي. كل اللي بدي إياه هلأ أنه أمشي بالشغل تبعي، بدي أنجح. أنا بدي ركز على شغلي مظبوط. بلشنا من يومين يا مرت عمي، خلينا هلأ نفكر بالشغل بس. بترجاكي، بس انتي وعدتيني مبارح مهيك انك رح تعملي شو ما بقلك، وصار الوقت هلا حتى تعملي الشي الصح، وحتى اعرف اذا رح توفي بالوعد يلي وعدتيني اياه. معك نص ساعة بس، اذا انتي ما كنتي جاهزة معناها أنا مو مهمة إلك. شو صار؟ في حدا من مطعمكن لسه ما اجا؟ شو هن مرضوا من اكل مطعمكن؟ ولا ما قدروا يفيقوا بكير؟ حلو كتير شوريا، انت خليك عم تتمسخر هون وما هيك هلا. شو بها مهي؟ كملي. شوفي، ليش ما كفيتي كلامك؟ تفضل. شكرا.
دق ابني. نحن أجينا لهون بس كرمال نشوفها لمهك على الحقيقة. تعرفي شو؟ نحن شفناها على التلفزيون كتير. أختي هاد الحلو هي اللي عملته صح؟ لا نحن جبناها من برا. بنتي مهيك تعي شوي. بعد ما رجعتي له الأساور شوريا كان تاني يوم وقع على هاي الوثيقة دغري وأنهى كل شي بيناتهم. بعد ما رجعتي له الأساور شوريا كان تاني يوم وقع على هاي الوثيقة دغري وأنهى كل شي بيناتكم. أنا بس دقيقة وبرجع. مهيك طول بالك يا ماشي. وهي مهيك بنتي اجت. ابني يلا احكي. مرحبا انا سانديب، بس ابي وامي احيانا بينادوا لي ساندي. صحيح سيارة الأكل تبعك صارت مشهورة، رفقاتي أكلوا منها وقالوا الأكل بجنن. مهيك سانديب عم يحاكيكي بنتي. شكرا، شاحنت الأكل معنا لإلي، هي لعائلتي. بالمناسبة أنا كتير مهتم بالتجارة. أنا ماني دارس تجارة أبدا، بس أنا تعلمت كتير عن إدارة الأعمال عن طريق شغلي. كمان من لما قالت ماما نحن رايحين لنقابل أشطر طباخة بالهند وأنا عم فكر بوسائل تخلي سيارة الأكل تبعك تكون ناجحة وتخليها تجيب لك ربح كبير. أخي إنك هذا مبين عليه إنه مهتم بسيارة أكل مهيك أكثر من مهيك نفسها. إيه سانديب بكفي. مثل ما نكون شايفين هو كتير مهتم بشغله. بصراحة القصة أنه كل عائلتنا هون عم تساهم بإدارة مطعمنا، بس بدون مهيك ما رح ننجح أبداً، هي يلي عم تشجعنا. معناتها حياتكم رح تصير سهلة، مهيك رح تتزوج وأنا بستلم الشغل. إيه إيه بالنهاية رح تكون صهرنا، أنت وموهيت بتكفوا الشغل. إيه أكيد، بس أنا حابب أتعرف عمهك أكتر قبل ما أخذ قراري. بتحبي نروح مع بعض نتغدى ونحكي بشي مكان؟ أخي ليك ليك مهيك
لاحظت انك من اخر شهر والزباين شهر وصلتها كمان. اخي كانه مهك قلقانه. برايك شوفي مهك مانا على طبيعتها. اسف اخي. لما الحب بيجي صعب كتير نقدر نخبيه. الحب بيخلينا مبسوطين. أنسي شارما بالشغل الوقت كتير مهم. كيف رح تجمعي ثروة إذا أجيتي متأخرة يا أنسي؟ شو صاير مهيك؟ من يومين أنت وعيلتك بلشتوا بهالشغل. أنتوا مو خرجكم، مو سهل إنه تأسسوا شغل. سمعت أكلكم ما بتكفي يا مهيك ولازم تلتزموا فيه. بس ما فهمتوا، انتو بدكن حياة سهلة ما؟ همكن تتزوجوا وتجيبوا أولاد بس. هاي عقلية الطبقة البسيطة. شوفي مهيك، ليش عم تبكي؟ مهيك عم اسألك شو اللي صاير. شوفي اليوم بتمنى انه اكلنا يعجبكم. شو صار؟ احكي لي، ليش بكيتي؟ انت منيحة؟ ليش ما بتقولي له لشوري الحقيقة وانك رح تتزوجي؟ سونال انا ما بعرف كيف رح تكون ردة فعله لشوريا بعد شوي لما ساندي بيجي لحتى يشوفني ويحكي معي. وهذا اللي عم قوله مهيك، شوريا مجنون، برأيي لازم تحكي له.
قبل ما يعرف عن قصة الزواج تبعك من حدا تاني. لما يجي سانديب لا تفتحي أحاديث معه، روحي فورا ماشي؟ أهلا وسهلا ابني، تفضل بنتي. مي هيك سانديب إجا لعنا. مو سانديب، قولي ساندي. هي ما ردت على رسائلي، شو مفكرة حالها بهالتصرف؟ مرحبا مهيك، نشرب قهوة؟ هاتي. يلا. انتبه انتبه. مين يلي صافف السيارة هون؟ كيف بيعمل هيك؟ يلا خلينا نروح بسرعة. وينو صاحبة؟ زيل لك شو عم تعمل؟ الله طمنيني، انت منيحة؟ مين هاد؟ عم اهلك، روق شوي، اهدى خلاص. انت ما بتفهم؟ اذا ما هيك تأذت شو بتساوي؟ شوريا، اذا ما فيك تسوق ليش تشتري سيارة؟ لا وبالتقسيط كمان. شوريا طول بالك، انت اللي صافف سيارتك بالمكان الغلط، وبعدين جاي تخانقني لاني ضربتها. هذا كراجي. طول بالك شوريا، طول بالك شوريا. لك شو صار يا شباب؟ طولوا بالكم شوريا، بكفي طولوا بالكم شوي. جيبان اتصل بالشرطة. شوريا خلص شوريا، انت ليش عم تتصرف مثل الاولاد هيك؟ روح من هون، نحن بنصلحها، ما في داعي تعصب، روح هلا. بترجاكم لا تتخانقوا لو سمحتوا. مو هاد شوريا كنا حبيبك السابق؟ شوريا أنا بعتذر لأنه ضرب سيارتك. عم تعمل هالإصرارات قدامها ما؟ طول بالك. لحظة يا جماعة، ما بعد شوريا بعد خلاص روقوا بس بقى. لك اتركني. مين هاد المستهتر؟ حابة ياكل قتلة؟ وليش لحتى تعتذري؟ بس انتبه منيح، انا كون خطيبة لمهك وقريبا رح نتزوج. بس 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 خلص خلص روحوا. مهك
مهيك روحي مع سانديب. مهيك يلا امشي. تفضلي. مهك ما سمعتي شو قلت لك؟ روحي سانديب لسه ناطك. القصة انتهت يا جماعة، رجعوا على الشغل، حاجة تتفرجوا. اي خلص شباب يلا كل واحد يرجع على شغله. يلا بسرعة جيب شي حدا بيعرف وشوف قديش بيكلف تصليح السيارة، وبما انه ضيفنا هو يلي غلط نحن رح ندفع الأضرار. يلا كثير عصبت، وكنت رح اخلي اللي اسمه جوريا ما يشوف الضوء بس لو ما كنت هنيك. مفكر انه في يتحكم بهالمدينة لانه غني. انا بتمنى انه ما تكوني لسه عم تفكري فيه، مو مشان شي، مشان ماضيكي ما يأثر على زواجنا. انت عم تفهمي علي؟ انا ما عندي مشاعر تجاهه ابدا. لكن زمان كتير بتشتغلوا بمطعمي، معقول لهلأ ما بتعرفوا تضيفوا؟ شو صار مهيك؟ ليش بكيتي؟ أنا بكون خطيبة لمهيك وقريبا رح نتزوج. مهيك ما سمعتيني شو قلت لك؟ سانديب للصناطر. أخي بدي توقيعك على إيصال الاستلام. شو صار لك؟ شو عم تعمل؟ أخي اهدى شوي.
لوين أخذ مهيك؟ ما بعرف، امشي لو سمحت. مو أنقذت السيارة من الحريق؟ وفيني إرجع أحرقها؟ جاوبيني، هن لوين راحوا؟ هن رايحين عشي مطعم. وصلنا، بحب هذا المكان. يلا فوتي واختاري الطاولة يلي بتعجبك وتكون القعدة رومانسية شوي وبالحق. رح صف بس. ما بتأخر. ايه مرت عمي، نحن وصلنا. تفضل. ألو مهيك؟ مهيك؟ شرفتونا. طمنوني، أنت عم تسمعيني؟ على الأكل؟ شكراً. بتمنى ما يكون صاير معه شي. معقول صاير معه مشكلة؟ ليش ما عاد ردت علي؟ ألو مدام، أنا لقيت موبايل مهيك على الأرض، بس مهيك مو مبيني أبدا. شوريا أنت شو عم تعمل؟ أنت صاير مجنون شوريا، شو اللي عم تعمله أنت؟ على مهلك لا تسرع، بترجاك شوريا رح نعمل حادث هلا. بترجاك على مهلك على مهلك على مهلك. ليش هيك عم تسوق؟ طيب فينا نحكي إذا وقفت السيارة؟ وقفها شوي شوريا، على مهلك شوي. بترجاك تبطئ بالسواقة شوريا، طول بالك. طيب انت جربت تسأل الناس اللي برا بالشارع عنها؟ اكيد في حدا شافها وهي رايحة. شو عم تحكي انت؟ طبعا سألت كل العالم وما حدا بيعرف. كيف ممكن يصير هالشي؟ وليه ما دورت عليها؟ كيف يعني البنت بتختفي هيك؟ اه؟ شلون هالمصيبة صارت؟ وهلأ؟ ما بعرف. احكي وين مهيك؟ سونال قولي مهيك وين؟ أنا عم بسألك وين مهيك؟ شو بدي؟ قولي بقى. شوريا إجا لعندي وسألني وين راحت مهيك. ولما السيد شوريا سألك عنا دغري جاوبتي؟ مو معقولة أنتي. شوريا وقف السيارة بقى. شوريا لك انت شو عم تعمل؟ رح نعمل حادث على مهلك على مهلك، طول بالك شوي بترجاك. شوريا بترجاك روق شوي. شوريا
وانتي شو؟ انتي شو احكي؟ لسه ما صار لنا اسبوع تاركين بعضنا، دغري طلعتي مع حدا تاني؟ انا فهمت كل شيء، ايه فهمت كل شيء. قلتيلي انه انتي رح تحبي ورح تلتزمي وتتزوجي وتديري بالك على عيلتك كمان، والحقيقه انه انتي خدعتيني. شو ما هيك شارما؟ شو؟ حلو ما هيك شارما حلو؟ على فكرة أنت ما بتقدري الحب أبداً، ولهذا السبب تركتي بيتي. بكفي! ما تحكي ولا كلمة. مين انت لحتى تستجوبني وتحكي معي هيك؟ انت بهداك اليوم فقدت الحق بانك تسألني على اي شيء، يوم اللي تخليت عني بخيمة العرس وكسرت كل وعودك. بس هي كانت غلطتي، انا ما بفهم لاني لحقتك حتى بعد هذا الشيء على امل انك تعرف انه انا بحبك، تعرف انك بتحبني مثل ما انا كنت حبك، وحاولت كل اللي بقدر عليه لحتى اصلح زواجنا، بس انت كنت حريص على طول اني افشل. ضليت محسسني انه انا ماني مهمه عندك، تصرفت كاني ما بعني لك اي شيء وكاني مو موجوده، ما عملتني على اساس اني مرتك صح؟ خليتني اعرف واتاكد يا شوريا اني كنت عم ضيع وقتي وانا عم حاول صلح ارتباطنا، بس هلا انا عم حاول واعمل كل جهدي لاضمن انه كل افراد عائلتي ما ينهانوا بسببي وبسبب اللي صار منك انت بعد ما عرفت حضرتك. انا خايفه على سعاده عائلتي وعلى نجاح شغلي وبس، ما بدي اي شيء تاني غيره. لو سمحت شوريا بكفي، وحاجة تضايقني وتطلع بوشي بقى. عن جد؟ انتي متأكدة من هذا الشيء؟ ليش عم تكذبي على الشباب لكان؟ ليش طلعتي مع هداك الشاب؟ شو ما هيك؟ تفضلي جاوبيني. أنا قلت لك من قبل، قلت لك إنه سعادة عائلتي مهمة بالنسبة لي. أنا قطعت وعد لمرت عمي ورح نفذه، أنا رح ضل عم اسمع كلمتها على طول. أنا عم أعمل هذا الشيء كرمال سعادة شوريا، خليني روح هلأ. اطلعي بعيوني وقولي ما هيك، انتي رح تعيشي سعيدة مع غيري؟ قولي لشوف، جاوبيني. Thank you.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.